في الفيديو ده هنشرح خاصية الـ POS أو الـ Point of Sale اللي بتدعمها معظم أجهزة الدعوة سواء XDR أو MDR. الغرض من الخاصية دي إن أنا أوصل Point of Sale أو لهذا الكاشير الـ IP اللي عندي على أي شانل من الشانلز بتاعة الـ MDR أو XDR، وبالتالي صورة الفاتورة اللي هتطلع من الكاشير هتظهر لي على الشاشة أو على الشانل وهتتسجل على الهارد ديسك، وده هيخليني بعد كده أقدر أسرش على الفاتورة وأجيب مقطع فيديو خاص بالكاشير اللي حصل فيه الفاتورة دي في الوقت اللي هحتاجه. اول حاجه هدخل على صفحه الاكس بي ار عشان افعل خاصيه البوينت اوف سيل. هدخل على بوينت اوف سيل سيتنجز، هقول انا عاوز اوصل بوينت اوف سيل على شانل رقم 1. اقدر اوصل 16 بوينت اوف سيل على 16 شانل واعمل انيبل وهتسجل لي على الشانل رقم 1. واقدر احدد هنا 3 حروف او 3 جمل او 3 كلمات مش هيظهروا لي في الريكورد عشان البرايفسي. يعني مثلا هنختار حرف الاي دي، البروتوكول هسيبه جنرال، ومن هنا هكتب الاي بي بتاع جهاز الكاشير او بوينت اوف سيل اللي في الحاله دي في التست هيكون الاي بي بتاع الكمبيوتر بتاعي اللي هو 10.0.0.27، وهفتكر البورت ده عشان هحتاجه واقدر اغيره بعدين من الجهاز لو محتاج من قائمه نتورك 3.8.2.0. كل ده هسيبه زي ما هو، واقدر اغير حجم الخط واغير لونه وعمل اوكي. كده انا خلصت اعدادات الجهاز نفسه. برنامج النت اسيست ده زي برنامج كانه سيميليشن، يعني اللي هيحصل لما يكون عندي برنامج البوينت اوف سيل او برنامج الكاشير. اختار تي سي بي كلاينت والاي بي بتاع الكمبيوتر بتاعي، وهنا الاي بي بتاع الاكس دي ار، وده البورت اللي افتكرناه من شويه. اكتر اجي هنا اقدر اكتب اي جملة عاوزها، او اكتب مثلا فويس نمبر 20 30 40، كاستمر نيم علي صادق، كأن دي مثلا الفاتورة اللي هتظهر معايا على الشاشة. كده الكلام اللي انا كتبته على برنامج نت اسيست او اللي هيطلع من برنامج البوينت اوف سيل او الكاشير بتاعي اللي هو رقم الفاتوره واسم العميل. ولو ناخد بالنا حرف ال A وال D اللي انا عاملهم في البرايفسي ظهر مكانهم ستار او نجمه. كده الفاتوره ظهر معايا على الشانل رقم 1 واتسيفت كمان على الهارد ديسك. اقدر ان انا ادخل على المنيو بتاعت الجهاز في اي وقت واسرش برقم الفاتوره هيجي لي الفيديو ده، يعني الفاتورة بتاعتي كان رقمها مثلا 20 30 40، وسرش هيجي لي الفيديو او مقطع الفيديو اللي حصلت فيه الفاتورة دي. وده يسهل عليا كتير ان انا لو حصل اي واقع عند الكاشير اقدر ابحث برقم الفاتورة يجيب لي الفيديو مباشر على طول.